في روح تحدي كانت، روح إصرار عندك. التحدي هذا ما في شك، هو يمكن التحدي اللي كان موجود عندي هو نتيجة البيئة الاجتماعية التي كنت فيها. البيئة الاجتماعية جعلتني أشعر بالنظرة الدونية للمرأة، يعني كان السائد دائماً كصورة نمطية يعني منتشرة ذاك الوقت، في ذاك الوقت ربما إلى الآن، يعني دائماً النظرة للمرأة إنها أقل كفاءة من الرجل. البنت ما هي زي الولد، الولد أذكى، الولد يتعلم، الولد يعرف، البنت دائماً النظرة للبنت إنها أقل، البنت تحتاج لإشراف، البنت تحتاج لرقابة، البنت دائماً كنت أشعر هناك طبقية في التعامل بين الولد والبنت. هذا اللي ولد عندي التحدي، فأنا أريد أن أتعلم لأتفوق على هذا الولد، لأثبت أن المرأة ليست كما يقال. وما تتصور لما كنت في درست في الجامعة، طبعاً دراستنا استمرت انتساب إلى الجامعة، في آخر كل عام دراسي عندما تظهر نتائج الاختبارات، ما تتصور كم كنت أشعر بلذة ومتعة إن أسماء البنات في القائمة ومخذين مراتب العليا جيد جداً وامتياز، وأسماء الأولاد تحت. فهذا كان يجعلني أشعر فعلاً بالاعتزاز، إنه إني استطعت أثبت إن المرأة ليست أقل من الرجل. فهذا كان التحدي. وأيضاً حالة التمكين وتوفير البيئة المناسبة، تحدثي عن تأثير الوالدة وأيضاً تأثير الوالدة رحمها الله عليه، وكذلك ما نسى أيضاً المنافسة بينك وبين أختك الدكتورة سعاد. هذه عاد قضية ثانية. كانت تسبك نوعاً ما في بعض المراحل، صح ولا لا؟ هذا يمكن دائماً، خليني أعترف، يعني دائماً هي أفضل مني، دائماً أفضل مني هي. هناك اختلاف في الشخصيات، اختلاف في القدرات، لكن كونها أتذكر من يوم كنا صغار، يعني ربما أقل من 10 سنوات، يمكن كانت هي 8 ونسى، قول هي 9 وأنا 8. المهم هي كانت تكتب قصص، وكانت تجد مديح وتشجيع، وأنا ما أجد شيئا، فهذا يدفعني أني أقلد. يمكن من الأشياء اللي أحبها في نفسي أني إذا غرت أعمل، هذه ميزة، يعني أشعر أنها ميزة جيدة، أنك عندما تغار يكون الغيرة حافز أنك تتطور. فأستطيع أن أقول أن غيرتي منها كانت حافز أنها تخليني يعني أجتهد وأتقدم.